اليوم نزل حدث جديد في كلاش رويال وهو 4 بطاقات بس. احنا في العادة يعني بنلعب 8 بطاقات، هذه المرة يعني راح نلعب 4 بطاقات بس، يعني راح تتكرر. والحلو في المود يعني الوان في وان والتو في تو، راح نجرب ونشوف كيف راح تكون. هل ترى يعني راح تكون مجنونة ولا؟ راح نجرب اول مرة. هاي تشكيلتي انا اخترتها في الواحد ضد واحد، نوعا ما من التشكيلة الرئيسية اللي كنت العب بيها. وبعدين في الاثنين ضد اثنين نفس التشكيلة، راح نجرب ونشوف الجنون يعني كيف راح تصير. قبل كل شيء شكرا على دعمكم، انا بحبكم كتير. لو في عندكم تحديات او اقتراحات اكتبوا لي في كومنت، لا تنسى زر اللايك والاشتراك، ويلا بينا على طول في التحدي الاول. خلينا نشوف الخصم ايش معه. طيب مع العلم ما فيش بطاقات مطور. اوكي معه جولم الاكسير، حلو. شوية مشاكل. لا 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 لا. اوكي نحاول نستغل ان ندمر، يا رب ما يكون عنده اسهم او لوج. لا 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 لا. اوكي 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 اوكي. لا لا بصراحة كيف يعني كسير مضاعف؟ لك ايش هالجنون؟ طيب راح نلعب الفاير كراك. حلو راح نعمل هجوم فاير كراك الاسطوري وخليه يصد، خليه يصد. يلا حلو اوكي، 3 فاير كراك على الطاير. حلو اوكي. بصراحة الخصم مرة تدمر يا عم. راحت 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 راحت، خلي كرة نار وسلم على الشهداء اللي راحوا. انتصار سهل جدا بصراحة. لاعبي الجولم يعني بصراحة مخيفين بعض الشيء، بس عادي. هاي كان انتصار الأول، انتصار بدون تعب. صح من الأول يعني وصل برج ومضطر إني أدافع. لحد الآن في الوان في وان تشكيلة جدا رهيبة. هلا راح نجرب 2 ضد 2 ونشوف المتعة لما يكون خصمك معه 4 بطاقات بس. اوكي طيب كيف هلا؟ حلو، خلينا ننزل فاير كراكر ولك. انا حابب اعرف ليش يا صديقي. نزل نزل نزل، ما عندي. اوه عنده الكلون وعنده الميجا نايت. لا 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 لا، لك شو 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 الاكسير يعني ضعف مع الوقت. اوكي خلينا نركز على الجولم، لما اندمروا راح نحاول نلعب. ولك ايش هالهجوم. لا 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 لا. حلو هلا بنربح اكسير. لك والله اسطوري. جبنا جبنا البرج جبنا البرج جبنا البرج جبنا البرج جبنا البرج. دافع اكيد راح يدافع، اكيد راح يدافع. تشكيلة جدا رهيبة يا عم. راح راح راح، اعتزل اللعبة بس. خلاص خلاص ما فيش اي حلول. فاير كراكر جدا مقرفة يعني في اللعب. يعني بصراحة هي الجيم الثانية، لعبت جيم قبل ما اسجل الفيديو، بس من يعرف ليش بيلعبوا كلهم بجولم الاكسير. حلو المود والله العظيم، يعني سريع جدا. بس الاغرب في المود انه الاكسير ما يعني يتبقى دقيقة وبس ويتضعف، لا، لما يخلص 30 ثانية الاولى الاكسير يتبدل ويصبح اسرع. بصراحة عجبتني يعني. انا نسيت انه البطاقة لما نزلها ما عندي حق اني انزلها. صديقي عنده الميجا نايت والبيكا، يا رب ما يكون عنده اسم. ولك ايش هالجولم، ماني عارف اذا كان جو اكسير مود جولم او ماني عارف. راح يبدا قصف الفاير كراكر. اوكي لا 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 لا. حلو حلو حلو، حاول نصيب. حلو هلا راح نحاول نعمل ضغط. ما ربي يا ربي يا ربي ما يكون عنده اسهم.
طيب لا 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 لا، ولك شوف يعني تخلص من الفاير كراكر. بصراحة أي خصم بيلعب بالجولم الإكسير أنا راح أهزمه، يعني بصراحة حسب بطاقة جدا سهلة ماني مكلفة. أوكي، ضربة موفقة جدا أسطورية تدرس. دفاع إلى حد الآن صامد، يعني لما تركز على جول من الإكسير. شوف الإكسير، شوف شوف شوف، حلو. لك إيش شو هالتجمع، يعني حرب القذائف. مشهد ما بيتعاد. شو شو بصراحة تشكيلة أنصحكم تجربوها، قيمة هاي التشكيلة 9.5/10. شوف شوف بصراحة الخصم كره اللعبة، الخصم راح يكره اللعبة. لا احنا نحب البر بر بر بثلاثة 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 بثلاثة. والله لك شوف المشهد، مشهد يدرس. ايش ايش هالصف، يعني جدا عجيبة بصراحة. مود ما انه سيء، بس يعني بيخليك انك تعرف ايش البطاقة. انا نسيت انه عندي البطاقة، يعني ممكن تتكرر كمان مرة. يعني انا يعني كنت على اساس انه البطاقات راح تتبدل او تتغير، قلت عادي، بس بعدين افتكرت انه عندي فاير كراكر فنزلها، يعني خليها تضرب من بعيد. يمكن للأسوأ في التشكيلة انه الخصم يكون عنده مضادات رهيبة ضدك، بس ما اظن يعني لو نزلوا جول بصراحة في شي يعني. اوكي لا 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 لا، ايش هالزلزال وايش الخصوم، لك الخصوم والله عنيفين. اوكي الجولم هلا معنا، هي القاعدة، الجولم معنا. حلو، خلينا نسوي ضرر. لا 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 يا صديقي، ايش ايش شكلنا نزلت فاير كراكر في المكان الغلط. لا 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 لا، اوكي هلا فتحنا. اوكي بيلعب على الهجمة المضادة. هلا راح البرج الثاني والبرج الاول، جي جي. يعني انا ما ركزت اصلا، انا بركز يعني مع الهوجرايدر، يعني ايش راح يسوي. عصب 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 بصراحة، مود جدا خرافي، يعني ما راح تمل منه، خاصة اني بكمل مهمات الميجا نايت، فمحتاج يعني تيجان. يعني انا ميجا نايت يمكن الوحيد في العالم اللي ما راح احصل تطوير كامل، عشان انا ما لعبت مهمات جدا صعبة، مو صعبة يعني، بس يعني تتطلب انك تلعب كتير. 55 تاج. اوكي مشكلة صديقي فيها جولم. اوكي اوه حلو. نسيت عنده اسم كمان مرة. لك صديقي كله دفاع. ما راح يوصل 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 ما راح يوصل. حلو، بس عندهم اكسير كوليكتر وعنده السقيع، ماني عارف ايش فايدتها. ما راح توصل ما راح توصل ما راح تمس اصلا. حلو صديقي راح يعمل معجنات يعني بالخصم. لك شوف نحاول نضرب البرجين وندمر. حلو صديقي بدي دعم. لا 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 لا، نسيت عنده كثير الغضب. اوكي راح نحاول هلا الجيم. حلو لك يا صديقي يا زلمي، عندي 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 فاير كراكر ما راح مل منها. خذ، وهي هدية، حتى سكيلتون يعني راحوا لوك. لا 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 لا، حلو. شو 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 الاستفزاز يعني. حلو هلا راح البرج، راح نعمل ضغط يمين شمال. يا صديقي لو بتنزل 27,000 بطاقة ما راح تجيب البرج. احنا جبنا برج. شوف 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 بصراحة لحد الآن انتصارات
ولا في الخيال، تشكيلة جدا رهيبة رهيبة يعني عفوا. بنصحكم تلعبوا بيها، هاي المود العجيب الغريب اللي نزلته كلاش رويال، انا بعتبره يعني مود منه سيء جدا جميل، بتعمل فيه كتير مضايقات للخصوم، تشكيلاتك وافكارك، بس 4 بطاقات انت وخيالك. اتمنى يكون عجبكم الفيديو، في امان الله.